يلا على بركة الله دكتور كمال، مرحبا. الحمد لله، مرحبا بك، الله يبارك فيك، شكرا على الاستضافة مرة أخرى. الله يبارك فيك وشكرا ليك أنت على تلبية الدعوة من أجل يعني التحسيس وتنوير المشاهد الكريم. مرحبا في أي وقت، مرحبا. وخاصة خلي قبل ما نمشيو للموضوع ندير واحد الدردشة صغيرة وخاصة تنشكرك وتنشكر أي ضيف من الضيوف في المجال الصحي اللي تيجيو عندنا وتلبيو الدعوة اللي تنتكلموا معاهم. علاش؟ لأنه عمل مهم جدا اليوم مع مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم مع كل شيء عنده الواتساب، كل شيء عنده سمارتفون، يعني كل شيء عنده واتساب، كل شيء عنده تدخل اليوتيوب، كل شيء تدخل الفيسبوك إلى آخره، تلقى الفيديوهات تتصنط، تتلقى واحد فايق مع الصباح تقول لك عندك تاكل هذه راه فيها واحد الماده دايره كذا وكذا، ويلا فايق مع الصباح لا علاقه له لا بالتغذيه، ما قرا عليها ما والو، ما عرفش كاين اللي عنده ما تجبها القاصحه، خلينا نعبر عليها هكا بالدارجه، كاين اللي تينوم وتيجي وتيدير شان لانه تقلب على الفلوس، اجي كيفاش نقلب على الفلوس، غادي نبدا نهضر على الشخير مثلا، ونهضر على الوجع، ونهضر على هذه، ونهضر على هذه، ونهضر على هذه، وتبقى عليك تتشخر، لا عندك ملي تتشخر راه خصك دير كذا، وراه المخده راه الناموسيه راه كذا، راه ما تاكلش بزاف، ولا راه لا ما تاكلش هذه ما تاكلش للاسف. فلذلك انا تنشكر كل الضيوف ديالي اللي في القطاع الصحي اللي هم متخرجين اكاديميا ممارسين معترف بهم، تنشكرهم. علاش؟ لاننا حنا في اطار محاربه الاشاعه الطبيه، والمغرب اليوم يعاني من الإشاعة الطبية. خليني نقول لكم، المغرب يعاني من الإشاعة الطبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ياك دكتور هادشي اللي كاين. كاين مشكل في هاد الإشاعة الطبية. كاين مشكل في كيفاش توصل المعلومة. دابا حتى في عبر مواقع التواصل الاجتماعي كاين الناس اللي ماشي أخصائيين، دونك كيهضروا في بزاف المواضيع اللي طبية اللي هي نورمالمون اختصاص طبي. خاص يهضروا فيه الناس اللي في المجال الصحي كأطباء أو كيديروا الترويض الطبي أو في المجال الطبي مختصين في المجال الطبي بوحده. صحيح صحيح. للأسف ولا التطاول على كل شيء، والله ما فهمت، ولا التطاول على كل شيء. علاش؟ لأن اليوتيوب تيخلص صافي، ولا التطاول على كل شيء، ولا التطاول حتى على الدين، وحتى على الدين تيخرج واحد تيفتي ولا علاقة له بالدين وتيقول أحاديث غير صحيحة للأسف. حتى في الرياضة، أنا واحد النهار تنشوف واحد الكوتش وحنا دوزنا الرياضة وكنا تنفهمو فيها مزيان وكنا عندنا فيها دبلومات إلى آخره وكنا أساتذة ديال الرياضة من قبل، وتنشوفو تيقول الناس يلا هبط تراكسيو. دابا هذا ما عارفش لي بومب من تراكسيو، تيقول لي هبط تراكسيو، وتنقول دابا بحال هذا وتيقول لك أنا كوتش وتيقول ليه هبط تراكسيو، يا ماشي هبط تراكسيو، يا هبط لي بومب، اما تراكسيو هو لا باغ فيكس، وهو ما عارفش الفرق ما بين لا باغ فيكس اسميتها شنو الحركه اللي تراها، هذوك هو التراكسيو، ولي بومب هما اللي تيسموه تراكسيو، وتيقول لهم انا كوتش وعندي دبلومات الى اخره. يقدر يدير مشاكل العضله ديال الانسان، يقطع عليه، يقدر يدير لي ديفورمي لي العظم، ما عرفتش للاسف. دكتور على اين خلينا بقى. الله يصوب الله يصوب. امين امين. دكتور كيف ما قلت للمشاهدين نتكلموا على الشخير. الشخير مشكله عند اللي مريض به وعند اللي عايش معه. عايش معه. نعم. وحده الشخير تختلف من شخص الى اخر حسب المرض او حسب المسبب. واخا قول يا شخير، قول يا دكتور، الشخير الا بغينا نفسروا للناس بطريقه بسيطه، الشخير شنو هو؟ الشخير وكيفاش يجي؟ الشخير هو واحد المرض. الشخير بزاف ديال الناس ملي كي مثلا في الوقيته ديال الليل في الفتره ديال النوم ملي كيكونوا ناعسين تيصدر واحد الصوت، داك الصوت اللي كيخرج عبر الانف نيفنا، دونك الشخير الصوت اللي كنسمعوا الشخير كيخرج عبر الانف ماشي الفم، الانف بصفه كبيره، لان الانف هو اللي كنديروا به ليكسبيراسيون ولا كيخرج منه الهواء بزاف. دونك حنا كنتنفسوا في الحاله الطبيعيه كنتنفسوا من نيفنا وكنتنفسوا الاكسجين، يعني الهواء اللي كندخلوا الاكسجين وكنخرجوا السي او 2 اللي هو ثنائي اكسيد الكربون. دونك هذه هي الحاله العاديه ديالنا. دونك في الشخير شنو كيوقع؟ عندنا هنايا في الحنجره ديالنا او في قريب ديال القرجوطه ديالنا عندنا البلعوم اللي هو القصبه الهوائيه اللي هي ملي كيدخلوا الهواء النيفنا كيمشي للقصبه الهوائيه باش داك الاكسجين كيمشي كيغذي
باقي اعضاء ديال الجسم اللي منها القلب اللي منها الدماغ اللي منها جميع الاعضاء. دونك في هذه الحاله هذه كاينين اسباب اللي كتسبب في هذا الشخير. دونك الشخير تو سامبلومون هو ان داك الهواء شي حاجه كتزير لينا هنا في البلعوم ديالنا من كيدوز الاكسجين ما كتخليش داك الاكسجين وداك الهواء يدخل. دونك داكشي علاش كيبقى يتسمع داك الصوت. قول لي القصبه الهوائيه هنا ملي تنهضروا على هذه القصبه هذه يعني هي كاينه ومقسمه لجوج، كاينه قصبه خاصه بالماكله وكاينه قصبه خاصه بالهواء اللي هو الفارنكس. نعم هذيك القصبه الخاصه بالهواء الهواء ما كيبقاش يدخل لها، وبعض المرات يقدر يكون الاسباب اللي منها انقباض ديال دوك لي موسكل او العضلات، كاين واحد العضلات اللي كيتزيروا دونك ما كيخليوش الهواء انه يدخل. نعم. دونك ملي ما كيدخلش هذاك الهواء كيرجع عبر الانف وكيدير لنا داك الصوت ديال الشخير اللي داك الصوت كيكون كمقياس ديالو واحد 90 ديسيبل، يعني الوحده باش كان باش كان باش كان قيسوا الصوت كنقيسوا الصوت. دونك هاد 90 ديسيبل بعض المرات هذاك الصوت كيقدر يفوت الصوت ديال المحرك ديال الشاحنه. نعم. ديال الكاميو. دونك كتلقى داك السيد اللي كيشخر في الغرفه كيزعج المراه ديالو، بعض المرات صوته يقدر يتسمع حتى للجيران، دونك في الشقه كيتسمع حتى للشقق الاخرين. دونك اللي هو صوت مزعج وشخير في حد ذاته بزاف الناس كيتجاهلوه، هو مشكل خطير. بزاف الناس كيقول لك انا كنشخر راه ماشي مشكل، هو مشكل خطير في حد ذاته. فاشي تنشوف انا تنشوف الكثير من المغاربه تيتعامل مع الشخير عادي عادي، تقول لك تيشخر راني تنشخر ولا شي واحد فلان تيشخر، خويا تيشخر، اختي تتشخر، الزوجه عندي تتشخر وعادي تتشخر. الشريف نوض جري سير للطبيب راه كاين مشكل. واخ نقولوا الخطوره دابا دابا مزيان دكتور مشيتي لي للخطوره، اذا عرفنا شنو هو الشخير المسببات ديالو كيفاش يوقع الخطوره ديالو لانه راه حاله مرضيه. انا بعدا نشرح لك هذا الشخير هو الاكسجين او الهواء ما كيدخلش، ما كاينين اسباب. مثلا نقول لك الاسباب ديال الشخير، اول حاجه السمنه. دونك الناس اللي عندهم الغلط لوبيزيتي او السمنه، وسيرتو ديك السمنه ديالهم كتركز لهم في هذه البلاصه ديال العنق. نعم. دونك كيكون عندهم الدهون، دونك دوك الدهون كتخلق لهم المجرى ديال الهواء، ما كيدوش الاكسجين مزيان. نعم. كاينين اسباب اخرى، الناس اللي كينعسوا على ظهرهم. مثلا كينعس كتلقى النهار كامل هو خدام الله يحسن العون تماره، دونك يجي بالليل كينعس على ظهره. على الناس على ظهره. على ظهره، فهاد ظهره فهاد حد ذاتها هاد لابوزيسيون هادي تدير شخير. لانك فسرها ليا نفسرها لك تو سامبلومون. فاش كنعسوا على ظهرنا الجسم ما كنعاونوش انه يدخل لنا الهواء، ماشي بحال ناعسين على جنبنا. دونك الا كنعسوا بهاد لابوزيسيون اوتوماتيكمون كيدخل الهواء، هكا كتساهم في الانقباضات ديال داك المجرى الهواء، دوك العضلات كيبقاو يتزيروا. دونك هاد الوضعيه ديال النوم في حد ذاتها ما كتساعدش على 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 التنفس بطريقه مزيانه، دونك كتساهم في الشخير. هكا كاينين اسباب اخرى من الكحول. واخا قبل ما نمشيو اسباب اخرى نبقاو في هذه الوضعيه. أيه. اذا لنعسي على ظهرك راك غادي تشخر بالليل. سبب ماشي غنقول لك 100% انك الا نعسي، ولكن عامل من العوامل اللي كتساهم في الشخير. في الشخير. اذا لابوزيسيون المزيانه هي تنعس على جنبك اليمين. اليمين ولا اليسار من احسن اليمين، ولكن ما تنعسش على ظهرك لان سبب من اسباب انك كتساهم في الشخير. جميل. اذا نشوفوا اسباب اخرى. اذا هذه فهمنا. كاينين اسباب اخرى من الناس اللي كيدخنوا، لان يعني الناس اللي كيدخنوا كيكونوا معرضين بزاف الامراض ديال التنفس، كيكون عندهم مشكل في الرئه سيرتو الا كان انه كيدخن واحد المده طويله. كاينين الناس اللي كيشربوا الكحول. دونك الكحول في حد ذاتها كتاثر على المجرى ديال الهواء وعلى الريه ديالنا، وكتسبب كيف ما كنعرفوا بعض السرطانات. دونك العامل الاول ديال السرطانات ديال الرئه راه هو الكحول والتدخين. والتدخين هذا سبب من الاسباب. كاينين بعض الاسباب الاخرى اللي كتعلق وهذا الشيء كيعرفوه بزاف اخصائيين ديال الحنجره والانف. كاينين الناس اللي كتكون عندهم حساسيه في الانف ديالهم. دونك ديك لاغينيت كرونيك كتسمى حساسيه ديال الداخل في الاغشيه ديال الانف، دونك هي كتسبب سبب من الاسباب انه ما كيبقاش يدخل ليه الهواء بطريقه زوينه، دونك اوتوماتيكمون كيبدا يشخر. كاينين الناس عاوتاني اللي عندهم الجلود اللي هي حاله مرضيه كتعالج، دونك في هذه الحاله خصو يشوف طبيب ديال الانف والحنجره باش انه يحيد ليه دوك الجلود، لان دوك الجلود كيديروا بحال نوبستاك بحال شي حاجز اللي ما كيخليوش الاكسجين يدخل لنا النيفنا. كاينين اسباب اخرى حتى هي في الانف، مثلا الناس اللي كيكون عندهم اعوجاج في الانف ديالهم، وهذا سبب راجع مثلا كيكونوا سواء خلقي تزاد به ان عنده هذا القروش ديال النيفو عوج، ولا انه طاح في الصغر ديالو على النيف ديالو وعواج ليه النيف. دونك هذاك الاعوجاج حتى هو ما كيخليش
حاجز بان الهواء يدخل لنا يدخل لنا الانف ديالنا ويدوز للقصبة الهوائية اللي هو الحنجرة ديالنا. وكاين هناك تنسمعوا كذلك بان الا نعستي واكل بزاف تيدير لك واحد العسر ديال التنفس، وهذاك عسر التنفس ممكن يدير حتى هو شخير بصح. اي صحيح. هادو بزاف الناس اللي كيكون عندهم مشكل ديال كيتسمى لو غوفلي غاسترو اوزوفاجيان، يعني حنا ملي كناكلوا عندنا واحد هذيك الاطعمه ديالنا كدير لنا واحد الحموضه في المعده، هذيك الحموضه كتطلع لينا عبر كنقولوا حنا القرجوطه ديالنا. دونك فاش كتمشي عبر القرجوطه هذاك لاسيد او ديك الحمض كيدير لنا في حداتنا كياثر على المجرى الهواء، دونك حتى هو سبب من اسباب ديال الشخير. نعم. قول لي كذلك تنسمعوا بانه المخده ولا نعس عواج ولا الخده طالعه، واش هذا الشيء ممكن؟ الوضعيه ديال المخده كل ما كانت مثلا المخده طالعه ورطبه انها كتعاونك على البوزيسيون ديالهم، لان هذه الوضعيه ديال الوجه مع العنق هي السبب الجوهري ديال علاش كيكون عندنا الشخير. لان غير مثلا كيف ما غادي نقول لك مثلا انسان الله يستر في الزنقه مثلا ملي تيدير اكسيدون، اول حركه تنديرو هو ان تنشدوا ليه المونطون ديالو او كنقولوا الذقن ديالو وكنهزوا ليه راسه. نعم. كنهزوا ليه راسه باش اننا هذاك اللسان ديالو ما يسرطوش. دونك حيت اللسان ملي كنسرطوه الهواء ما كيلقاش منين كيدخل، دونك الا ما لقاش الهواء منين كيدخل راه كيختنق الانسان والاكسجين كيموت الانسان. صح امر خطير. اذا هذه هي خطوره الشخير، هو انه ما تبقاش يوصل الاكسجين. وهذا المشكل هنا دابا نهضروا على الخطوره. راه ماشي شي حاجه سهله. ماشي سهله. المشكل العويص في هذا الشيء هو في الوقيته الانسان اللي كيكون كيشخر بالليل ما كيردش البال لواحد الحاجه، هو كيتقطع ليه التنفس اثناء النوم. بزاف الناس اللي ما كنقول لك تقطع التنفس يعني الاكسجين ما كيوصلش للقلب، يعني كاين معرض للوفاة. بزاف الناس كيقول لك راه نعس وما فاقش. دونك هو وقعت لي سكته قلبيه، لان فاش الوقيته ديال الشخير كيتقطع داك التنفس، يعني التنفس بحال كتموت. وهذا الشيء كاينين الناس اللي كيوصل لهم هذا التنفس اللي كيتقطع 60 مره في الساعه. 60 مره في الساعه. 60 مره في الساعه كيتقطع لي التنفس لواحد 30 ثانيه وكيعاود يرجع. وهذا الشيء باش كنعرفوا حنا انا كاختصاصي كاطباء طبيب في جراحه الفم والاسنان، ملي كيجي عندنا المرضى اللي كيعانيوا من الشخير، لان حنا كنساهموا في العلاج، كنديروا واحد لي زاباري في الفم اللي هما اللي كيخليو يزيدوا هاد لا ماشوار وكيزيدوا اللسان، لان اللسان هو اللي كيخنق ملي كنتنفسوا. راه كنتنفسوا 80% من النيف و21% من الفم. دونك فاش كيدخل لنا الهواء هذاك الهواء ما كيلقاش منين يدوز، لان اللسان كيكون راجع اللور. وهذا الشيء عند من كيكون؟ كيكون عند الناس اللي كيكون عندهم الفك ديالهم راجع اللور، كيتزاد بهذا المشكل هذا. ولا كيكون دار شي اكسيدون طاح على الفك ديالو، دونك هذا كيولي عنده صغير وكيرجع اللور. دونك اوتوماتيكمون الفك فاش كيرجع اللور حتى اللسان كيرجع معاه. دونك القاعده ديال اللسان كتخنق ما كتخليش الهواء يدوز للقصبه الهوائيه، دونك اوتوماتيكمون كيتقطع ليه التنفس وكيكون عنده اعراض وخيمه. نعم. واخا نبقاو في الخطوره ديال الشخير. اذا من الاشياء اللي خصو يعرفوها الناس بانه ممكن انه توقع لك كريز كاردياك وانت نعاس، يعني سكته قلبيه وانت نعاس لان الاكسجين ما توصلش، تقدر تكون سكته دماغيه لان حتى الاكسجين ما يوصلش للدماغ. الا ما وقعت لك لا هذه لا هذه، وبغيتك تصحح لي المعلومه دكتور. الا ما وقعت لك لا هذه لا هذه، نقولوا ربي سبحانه وتعالى ما وقعاش السكته القلبيه ولكن دائما غادي تبقى في الليل توصلك الاكسجين قليل، هذا ممكن ياثر على نمو الاعضاء والخدمه ديال الاعضاء باقي الاعضاء كامله، لان تنفس الاكسجين اول مغذي للذات. علاش واش كاينه هذه الخطوره ديال الاكسجين يوصل قليل؟ لانه اصلا بزز باش يدخل ولا هي كاينه هذه القضيه ديال الناس اللي كيكونوا كيشخروا، راه ماشي كاملين كيتقطع لهم التنفس. انا ملي كنقول ما كنعممش. ولكن واحد 80% كاينين الناس اللي كيتوفاو ما كيعرفوش السبب، اللي هو انه في الوقيته فاش كيكون كيشخر كيتقطع ليه التنفس، كيتحبس ما كيتنفسش. وكاينين الناس اللي كيردوا البال لهذا المشكل، وكاينين الناس اللي ما كيدوز عليهم هذا الشيء ما كيعرفوش السبب. دونك هذا الشيء كيأثر، حيت الاكسجين كيف ما غيوصلش للقلب ما غيوصلش للدماغ، دونك كتوقع واحد بحال كيموتوا الخلايا ديال القلب. صح. والدم ما كيبقاش يوصل بالاكسجين، دونك الاكسجين راه هو اللي كيغذي الجسم كامل، دونك تقدر توقع عليه سكته قلبيه، جلطه دماغيه. دونك هذا الشيء من الاعراض ديال حنا كيفاش كنعرفوا كاطباء الاختصاصيين في هذا المجال، عرفتوا اطباء تقويم الاسنان اللي هما مختصين بزاف في هذا المشكل ديال الشخير. دونك فاش كيجي عندنا المريض
قبل ما كنديروا ليه هاد لي زورتيز او هاد لي زاباري اللي كيركبوهم في السنان الفوق والتحت، كنصيفطو عند اخصائي طبيب اخصائي في الصدر وفي التنفس. شنو كيدير ليه؟ كيدير ليه واحد التخطيطات، يقدر ينعس في المستشفى ليله كامله، كيدير ليه واحد لي زيليكترود او واحد الخيوطه كهربائيين كينعس عندهم في المستشفى، وهذوك الخيوطه كيسجلوا شحال كيشخر من مره في الليله، شحال كينقطع عليه التنفس في الساعه. دونك يدير واحد التسجيل. هو فاش كندير المريض كنصيفطوه كيدير هذا التسجيل كيجيبوه لينا. دونك ملي كيجيبوا لنا كنشوفوا واش هذه الحاله ديالو ديال الشخير واش مصاحبه انقطاع ديال التنفس او لا، او عنده شخير اللي عادي صغير، او عنده انقطاع التنفس اللي مره في الساعه ماشي كيوصل 60 مره في الساعه. دونك تما كنعرفوا واش هذا لي غوتيير غيكون عندهم واحد ليفي او لا. حيت كاينين بزاف الوسائل، منهم هاد لي غوتيير اللي كنديروهم في الفك الفوق في السنان والفك التحت باش كتزيد لا مشوار. كاينين واحد لي زاباراي وحد اخرين عند اطباء ديال التنفس، دونك هادو كيبحال كياخذوا الهواء، كنركبوا واحد لي زاباراي كياخذوا الهواء اللي كيكون في البيت وكيحولوه، داك الهواء كيدخلوه بحال كيدخلوه بواحد الطريقه كنقولوا كيدخلوه صحه للقصبة الهوائيه باش كيرجعوا ليه التنفس. كيديروهم بالليل. نعم، واخا هاد الطريقه ديال العلاج اللي تديروا نتوما كاخصائيين في جراحه الفم والاسنان، هاد لاباراي اللي تتركبوا الفوق في السنان وتتركبوا التحت ديال السنان، تتجر لا ماشوار كما قلت لينا باش تجر مع اللسان باش ما يوقعش اختناق. مزيان، واش هاد لاباراي هي فعاله لكل الحالات ديال الشخير؟ يعني كيف ما كان سبب، سواء عسى على ظهرك، سواء كان الغلط، سواء كان كل شيء، كل كاع الحالات، عندك مشكل في النيف، عندك الجلود في النيف، واش هاد لاباري ممكن اي واحد نفعو؟ فعاله 100% 100%. يعني هاد لقينا التجارب اللي درناها وانا خصوصا في العياده عندي، كيجيو بزاف الناس اللي عندهم الشخير وانقطاع التنفس بسبب بزاف الاسباب، الانف، الحساسيه، السمنه، المشكل ديال لي بوزيسيون، الوضعيه ديال النوم. هاد لاغوتير اللي كنديروا عنده واحد النتيجه فعاله، وكنقولها زعما ماشي كتفادى الجراحه، حيت بزاف الناس ما كيبغوش يديروا الجراحه. دونك هاد لاغوتير كدار بالليل وكتحيد بالنهار. وهاد لاغوتير كاينين الناس اللي كنقترحوا عليهم حتى في النهار، ولكن بزاف كنديروها بالليل، لان المشكل ديال الشخير وانقطاع التنفس كيكون بالليل. دونك كدار بالليل واحد المده حتى كيبدا يمشيو هاد لي زيفي ديال الشخير، وعندها واحد النتيجه اللي نقول لك فعاله، وما كتخرج زعما ملي كنديروها على السنان ماشي كتعوج لينا سناننا. نعم. ولا لا ماشوار ولا الفك ديالنا، يعني عندها حتى شي تاثير مع المده وطول ما عندها حتى شي تاثير، ما دير شي تشويه، لا ما دير حتى شي تشويه ديال الاسنان او الفك، بالعكس فعاله. عندها واحد بزاف الناس ما عارفينش هاد المعلومه، مي هاد لاغوتيره ولا هاد لاباراي اللي كدير في الفم على السنان الفوق في السنان الفوق السنان التحت، وكتجر لا ماشوار عند طبيب الاسنان الاختصاصي، عندها واحد النتائج فعاله على المرض ديال الشخير. واش يعني واش يبقى، واش هو علاج طول الحياه ولا راه غادي يقوم المشكل؟ يعني غادي يبري، يعني واش هاد لاباراي الا دارت وخصو يبقى يدير هذا دائما بالليل تيموت، ولا هي راه عندها واحد المده وغادي تحيد المشكل ديال الشخير؟ هي عندها واحد الفعاليه، مثلا انسان عنده السمنه، او انسان عنده مثلا كيدخن او كيشرب، او مثلا عنده مشكل في الانف ديالو او جلود. حنا ملي كيجي عندنا المريض، يعني الله يسمي، كنقول لك انقطاع التنفس، حنا راه كنعسو كل نهار. يعني هذيك لاغوتير او هذيك لاباري اللي غير كف فم ديالو عند طبيب الاسنان، بحال الادويه، انك تحيد لك الالم ولا كتحيد لك المشكل فعاله، ولكن خصنا نعالجوا المشكل في حد ذاته. مثلا اللي هو السمنه، خاص الانسان يدير الريجيم، يتبع مع طبيب ديال الحميه. مثلا عنده مشكل في الانف ديالو معوج ليه، دونك خصو يدير جراحه ديال الانف ديالو. عنده مشكل في الجلود، خصو يمشي يحيد الجلود. بعض المرات كيكونوا دي فيجيتاسيون بحال الجلود عندنا لتحت، جيت كنقول لك جيت اللوزتين، جيت الحلاقم. بعض المرات الحلاقم في حد ذاتهم كيديروا المشكل، الا كانوا منفوخين حتى هما حيت الحلاقم عندنا هنايا. نعم. في وراد اللسان، دونك فاش كيتنفخوا ما كيخليوش الهواء يدوز. نعم صح. دونك كنمشيو واخا نديروا لاغوتير واخا يبقاو الحلاقم منفوخين، عندها دي زيفي زوينين فعاله، ولكن خصنا نعالجوا المشكل. وحنا بعض المرات الناس ما كيبغيوش يمشيو يديروا الجراحه ديال الانف ولا هذه، كيتعايشوا معها مزيان، وعندها فعاله لواحد الدرجه زوينه، يعني كتحل جذري المشكل ديال الشخير. يعني اللي جا داير هاد لاباراي راه ما يبقاش يشخر بالليل. ما يشخرش بالليل. ما يتهنى. لا يتهنى ما يشخرش. واللي معاه غادي يتهنى. اللي معاه غادي يتهنى ويقدر يحس مزيان.
اذا لان علاش هذا المشكل ديال الشخير راه كي راه مشكل كبير، لان كي مثلا الناس الانسان اللي كيكون كيشخر بالليل وكيتقاطع ليه التنفس بالنهار كيدوز نهارو كيقدرش في النهار كيدو ما يقدرش يخدم لانه بالليل يمكن يقطع ليه التنفس والشخير اللي حداه مديرونجي وهو مديرونجي حيت كيوقعوا ليه دي ميكرو غيفي يعني كيبقى يفيق بالليل كينعش ما كيشبعش نعاس يعني دائما الانسان اللي كيشخر كتلقاه بالليل بالنهار دائما عيان دائما كيقول لك انا نشرب القهوه باش نبقى فايق في النعاس. كاينين الناس اللي داروا حوادث السير حيت الوقيته اللي كتكون كتشخر وما نعش بالليل كاينين كي في النهار ملي كتكون عيان تقدر تكون صايق حتى كديك كنقولوا داتك الغمضه داك النعاس. كاينين الناس اللي تقلبات به الطوموبيل دا ما حش بطريقه لا اراديه جا النعاس لانه بالليل كيشخر يعني الشخر كيدير مشكل الانسان الزوجه او اللي عايشين معاه هو نيت دونك كتكون عنده اون سومنوليسونس نوكتور اللي كنقولوا لها اضطراب ديال النوم في النهار اللي ما كيقدرش انه يقاوم النعاس دونك النهار كامل كتلقاه ما كيركز في خدمته ما كيقرا مزيان الطفل هو ما كيقدر يخدم دونك دائما عنده مشكل. نعم اذا تنظن بان وقيلا وضحنا مزيان الامر كاين مازال واحد التوضيح تفضل تفضل بالنسبه للناس اللي عندهم الشخير وعندهم الطونسيون الضغط ارتفاع الضغط الدموي والسكر هنا كيشكل لهم خطر كبير بزاف كتلقى عندهم السكر كياخذوا الانسولين ديالهم مراقب في الدم مزيان السكر ديالهم اللي كيكونوا كيشخير كيزيد داك السكر كيطلع لهم وكيتزاد الطونسيون كيطلع لهم دونك كتلقى عندهم الشخير عنده عواقب انه الله يستر يقدر يدير لك سكته قلبيه جلطه في الدماغ يقدر يدير خلل جنسي بعض المرات كيكون مشكل جنسي يخلق مشاكل جنسيه بعض المرات كيدير تشلل لان الاكسجين ما كيبقاش يدخل دونك الاعضاء ما كتخدمش الاعصاب ما كتخدمش حتى هو مشكل وزياده على المشكل اللي قلت لك ديال السكر ومشكل ديال ارتفاع الضغط الدموي حتى هو كياثر عليه بواحد النسبه كبيره. اذا والحل بسيط اباري تركب في الفم عند الطبيب ديال الاسنان الفوق والتحت والقدره الشرائيه زعما اي واحد يشريها ولا بالنسبه للعلاجات اللي انا باش ما غاديش العلاجات اللي كدار كالجراحه وهذه بالنسبه ليا كحل غير مكلف انا ما كاينش زعما كنضرب في ناس اخرين ولا كنقارنتها بجراحه الاختصاص كيطلب مثلا الجراحه راه كتكون الثمن ديالها شويه طالع بالنسبه لهاد لي غوتيير يعني الثمن ديالهم كيكون متوسط يعني ماشي متناول تقريبا للجميع وحل اللي ماشي غير غتستثمر فيه حل اللي فريمون العلماء توصلوا ليه والاطباء انه حل جذري وحتى التخصص قليل في المغرب لان الناس ما كيعرفوش بان الشخير العلاج ديال الشخير راه هو بيد طبيب ديال الاسنان وطبيب الفم. نعم نعم الطبيب متخصص في تقويم الاسنان والفك لانه هو اختصاص مرتبط حيت تقويم الاسنان عنده علاقه مثلا كنديروا هاد لاكوتير كاينين الناس اللي كتلقى عنده الفك ديالو راجع يعني حنا سواء كنديروا ليه هاد ليكوتير سواء كنديروا تقويم الاسنان دونك سنانهم كنزيدوهم من القدام سواء بعض المرات كنصيفطوا عند جراح الفك والوجه اللي هو كيشد هاد لاماشوار كيقطع هنا وكيزيد هاد لاماشوار جراحيا هاد ليكوتير او هاد لاباري كدير الخدمه ديال الجراحه عوض نقطعوا الانسان الفك ديالو نزيدوه هاد لاباري كتزيد لاماشوار بوحده بالليل. نعم اذا امام الخطوره ديال الشخير وامام ما يمكن ان يترتب على الشخير فاي حاجه ترخاص حتى العمليه الجراحيه ترخاص اي حاجه ترخاص لان هنا حياه الانسان وسلامته بالموت صح بالموت فاي حاجه غادي ترخاص الانسان غادي يتقاتل باش انه يكسب صحته. مره اخرى غادي نصادفوك دكتور كمال مرتضى ان شاء الله ان شاء الله وغادي نصادفوك في موضوع مهم جدا حتى هو تشكل مشكل الكثير من الناس هو انزلاق الغضروف ديال الفك وي ديال الفك وكاينين الناس تحل فمهم ما تبقاش يقدر يسدو ولا ما كيقدرش يحل فمه ولا ما تيقدرش يحل فمه وكاينين الناس اللي تبقى يغز سنانو بالليل وتيفق عنده مشاكل في هذه العضلات ديال الفك المهم على اي هذا الشيء غادي نتكلموا عليه ان شاء الله في حلقه مقبله مع الدكتور كمال مرتضى اخصائي امراض وجراحه الفم والاسنان الم الوجه والفك ان شاء الله. شكرا لك دكتور كمال شكرا جزيلا شكرا شكرا بزاف.